هذا يسأل يقول: إذا كان الرجل يجامع زوجته فسمع دعاء نداء الفجر، سمع نداء الفجر الثاني، هذا المشكل، سمع نداء الفجر الثاني ولكن لم يستطع القيام فأتم قبل أن يتم المؤذن، هذا لا يجوز أن الإنسان يأخر الجماع إلى أن يطلع الفجر، لا يجوز هذا، ينهي، يجب أنه ينهي العملية وينهي الأكل والشرب قبل طلوع الفجر الثاني. أما إذا أخره وطلع الفجر وهو في الجماع أثناء الجماع فهذا فات عليه صوم هذا اليوم، فات عليه صوم هذا اليوم لأنه لم يصمه كله وجامع في أوله، يكون عليه القضاء وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فعليه أنه ما يفرط هذا التفريط ويتأخر. إذا أراد زوجته يقدم، يناظر الوقت، الناس معهم ساعات الآن ومعهم أمور واضحة، عليه أنه إذا شاف أن الوقت متأخر يمتنع، وإن شاف أن الوقت متقدم فيه باقي فلا مانع.